السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. علي بن شيخ وأمين أكساس، سمعوا معنا اليوم علي بن شيخ، خليكم تسمعوا لأنه تعبنا اليوم بالتحليلات قائمة اللاعبين قبل المباراة، تكلمنا كثير، لكن الآن خليوا علي بن شيخ واش تكلم، واش تكلم على زروقي، خاصة سمعوا مليح واش تكلم على زروقي، رامز زروقي، وسمعوا مليح أمين أكساس واش تكلم على وسط الميدان لي أمين أكساس. ما كانش عاجبه الحال اليوم، حسيته بلي ما كانش عاجبه الحال، وخاصة على الشوط الأول كانوا يتكلموا هنا باش نعطوا الصورة الحقيقية على هذا الفيديو. هنا تكلموا على الشوط الأول، اسمعوا ملي علي بن شيخ باش تكلم على هذا المباراة. علي بن شيخ، عموما هل أنت راض على المردود تاع المنتخب الوطني اليوم اللي سجل 3 أهداف لكنه تلقى 3 أهداف في المباراة الأخيرة؟ سجلنا أيضا 3 أهداف في المباراة أمام بوليفيا وتلقينا 2 اليوم. المنافس كان أقوى من بوليفيا طبعا، لأنه هذا المنافس وصل الدور نصف نهائي وحصل على المرتبة الثالثة إفريقيا، لكن المنتخب الوطني بالعناصر الجديدة وقف الند للند أمام هذا المنتخب. كيف تقيم المردود؟ المقابلة المردود ذاك كما راك تقولها، نقول لك دون لونسومبل، نقول لك ماتش بو ماتش، لأن بو ماتش باسكو عاودنا ولينا في سكور وعاودنا تحكمنا في الفريق من بعد ما سجلنا الليغاليزاسيون. دونك يا ان سورسو هذاك اللي الفريق تاعنا ولا يلعب كرة القدم. انا انت تقول مع الاول تغلبوا علينا، مع الاول انا نقول لك مع الاول صح، هما اللي تغلبوا وكانوا يلعبوا كرة القدم مليحة، شدوا كرة القدم، استحواذ، كل شيء، ولكن من بعد انا نقول لك المدرب ديالنا تغلب على المدرب تاعهم بلي شونجمون تاكتيك، لي شونجمون دو جوار، لانه ولا فقتوا بحاجه. كي كان يقول نجح كان ايزولي يحب لي بال هذوك يعطيهم له، واش قال له؟ قال له روح تلعب. بعد واش دار؟ بعد ما هذيك الغلطه اللي تنرفوا بحر بالون، واش دار؟ دار لو شونجمون، دخل بكرار، ولات ليكيب واش ولات؟ وايت نوري يدخلوا في الميليو تيرا، ولات ليكيب تلعب كرة القدم. علاش حنا نضلوا نقولوا لو كان ما يكونش ميليو تيرا اللي يلعب كرة القدم ويكري لو جو، ما تنجمش تدوميني شويه لادفيرس تاعك. سكيلا فيه هو دار لو شونجمون، دخل بكرار مع بنزيه لقدام ولا خلينا بعد ندخلوا في هذه الديتاي. علي انا حبيت نضلك على العموم، هل انت راضي على المردود بصفه عامه وبعد ندخلوا في هذو اللي انا نقول لك على العموم؟ انا راضي لان ويسيف اللاعبين، ويسيف بزاف، هذا عنده كان جرم اللي جا المدرب صح، او يسيف اللاعبين. دوك بيان سور راضي مع فريق اللي يلعب كره القدم مليح، خرج تروازيام في كوب دافريك، معروفين براتيكمون ليكيب تاعهم بلي لي جوار تاعهم تاع ان كلوب تاع صندع وخدمه تاع قديمه سنوات. من بعد تشوف المدرب تاعنا اللي تغلب عليه بالشونجمون تاكتيك باللعاب اللي غير اليوم، شفنا مام بالرحمه ولا صاب روحو. زيد نعطيك انا جوار هنا على بالرحمه، انا واحد ما عجبنيش بالرحمه، وكنت كلمت عليه بالرحمه اليوم كانه ما كاش، ولما دخل ما عمل حتى فارق، كان ايت نوري هو اللي يصعد ويعاون بالرحمه هناك في الهجوم. زيدوا تابعوا معنا وتكلم على رامي الزروقي. صبروحو مام زروقي صبروحو، لان يا دي زيسبا يا دي دوموند تاع اللعب اللي يمدوا دي سوليسيون، ولينا نشوفوا دي تريونغ، ولينا نشوفوا سما. هنا زروقي يعرف يلعب كرة قدم يا علي بن شيخ، لما كنت تقول انه زروقي ما يعرفش يحسن يلعب كرة قدم، اليوم راك تقول انت انه زروقي اليوم لقى روحو يعرف في سما اللعب مليح في وسط الميدان. زيدوا تابعوا معنا خاوتنا الكرام. دي اون فاسون دو جوي لي لاباس بها تاع هذه اللعب ديالنا على العموم. لا ليست مفاجأة باسكو اليوم المدرب جا بعقلية جديدة وراح يسيي لاعبين، سي نورمال تشوف لاعبين جدد. على العموم ما شفناش لاعبين ابار ابراهيمي وبنزية اللي عاودوا ولاو التشكيلة وكانوا هما اللي سجلوا الاهداف. لا نعم بيان سور، لاعبين ما عدا هاد اللاعبين الاخرين كاع كانوا في كاس افريقيا. شفنا عودة الحارس المرمى اساسية، لا ما كانش اساسية، كان في التشكيلة كان يدخل يعني يدخل. علاش قلت لك اليوم ولا مداني؟ هو اللاعب اللي ما كانش في التشكيله تاع كاس افريقيا او المقابله ديالو،
نتكلم على التشكيله الاساسيه الاساسيه وبالرحمه كنعاودوا نقولوا اللاعب القديم الجديد كان في التشكيله ديجا كان في الفريق الوطني. حنا كنتكلموا على اللاعبين الجدد امين باش نتفقوا اللي ما شاركوش في كاس افريقيا الاخيره نعتبرهم عائدين. عائدين ما تكونفوكوش مثلا حتى غويري ما كانش في كاس افريقيا الاخيره يعتبر عائد. يعني ما نقولوش لانه ما راحش تجيب لاعبين من السماء لانه البعض يكون في نفس التشكيله اللي كانت مع الناخب الوطني. غويري لا غويري كان في النسخه الماضيه في كاس افريقيا كان مصاب وراح ما لعبش مرتين ما لعبش اسبوعين مع ناديه هناك وكان مصاب مش ما عيطلوش جمال بالماضي لا كان في التشكيله وكان مصاب حتى الان بالناصر هاو لعب اليوم عادي وكان خالو كان مصاب البارحه واليوم برا هذه هي يعني غويري مش ما عيطلوش بالماضي غويري كان مصاب في كاس افريقيا اسماء جديده نعم بكره اسماء جديده من القديمه قيطع في الشوط الاول ما عدا مدني اللاعب الوحيد الجديد ابراهيمي العائد وبنزيما العائد اللي لعبوا ديجا لعبوا في المنتخب الوطني وبنزيما من 2018 مازالش استدعي نعم شوف رضوان كنت نتكلم لك في الشوط الاول على المقابله شوف كانوا نقارنوا بين بنزيما صح من 2018 مش استدعي لانه صارت لهم بعد هذيك الاكسيدون الحمد لله خرج منها سلامات اللي كنت تشوفوا يده قطعوا له زوج سبعتيه ربي شافيه مسكين بنزي على هذيك اللي شغل ضيع الوقت هو كان من الاساسيين اللي كانوا يعيط لهم جمال بالماضي لكن بعد هذيك الاكسيدون تبدلت عده امور زيدوا تابعوا معنا واش تكلم امين اكساس في هذا الامر تاع الفريق الوطني منتخب الجنوب الافريقي والمنتخب الجزائري نقولوها بكل صراحه كنا بعيدين كل البعد ما كانش عندنا طريقه لعب قلنا لك كانت عندنا الطريقة كلاب نقول لك شو الهمجية الشوط الأول تشوف أنت جنوب إفريقيا كي يتحكم في الكرة تشوف باللي عندهم فلسفة عندهم طريقة لعب بلا بتقول لي اليوم هذا المنتخب هذا راه متكون خلاص لاعبين راهم قدم في هذا المنتخب هذا نقدر نوافقك مي المنتخب الوطني ما خبيش عليك ما عجبتنيش طريقة لعب ديالو في الشوط الأول رغم اننا سجلنا في البداية وضيعنا بعض الفرص في دقيقة 22 احنا اللي بدينا في لا كانت الفرصة الأولى لمنتخب جنوب افريقيا خلينا نشوفوها نعم رضوان شوف احنا واش تكلمت نتاع حقيقة اليوم المشكل تاعنا في وسط الميدان رضوان اليوم قولوها بكل صراحة بن طالب وعوار كانوا خارج الإطار كانوا خارج باسكو ما تقدرش تبني هجمات دوك انت اليوم نتكلموا على بونجاح ولا على بنزيه ولا على ابراهيم ولا على عموره هاد اللاعبين هادو كيما يلحقوا لهمش كره صح ما يقدروش شكون اللي يلحق لهم الكره في وسط الميدان الحلقه الاقرب هي وسط الميدان اللي وصل الكره اليوم شفنا وسط الميدان كارثي ما شفناش منتخب ما شفناش علاش قلت لك اليوم على الشوط الاول انا قلت لك الشوط الاول التشكيله اللي دخلت يعني اللي دخلت الشوط الاول كارثي ما شفناش طريقه لعب نعم انا قلت لك مع شغل بعد مرور 20 دقيقه 20 دقيقه ثاني كاين حالات شغل اليوم 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق ومن بعد نخرجوا من المباراه نعاودوا ندافعوا شغل طرطروش فهمتني دونك المنتخب سيتو في الشوط الاول الشوط الثاني عدنا قبل ما نروحوا الشوط الثاني لا مازال في الشوط الاول الشوط الاول نعم امير استاذك وسمعت واش تكلم قال لك في الشوط الاول بالشوط الاول كارثي وسط ميدان ما كاش كنت كلم حقيقة على كل حال في الشوط الأول كنا مدبدبين حتى للشوط الثاني عاود المدرب غير اللاعبين التم اللي لقى التوازن ديالو الفريق الوطني نشكر أمين أكساس على الصراحة ديالو وعلى التحليل ديالو القيم بدون أي مجاملة حلل قال الشوط الأول كذا وكذا لكن الشوط الثاني كان تكلم ما عنديش ما درتش الشوط الثاني واش تكلم عليه لكن الشوط الثاني حبينا ولا كرهنا الفريق الوطني كان أحسن من الشوط الأول لأنه في الشوط الأول كما قال أمين أكساس كان الشوط الأول كارثي وخاصة في وسط الميدان هاكم سمعتوا معنا خاوتنا شكرا لكم تابعونا بقناة عبد السبور صحة سحوركم سلام